الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، مذ كنا صغارًا كانت تتلى على مسامعنا المأثر العظيمة والأنفوة الخالدة لرحمة وتسامح وصفح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. فإن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. ونحن صغار يقال النبي أخذ يده وقال لا لا تفعل، فإني أسأل الله أو أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. شيء عظيم. نعم نعم، هذا 100% إيه؟ يعكس روح محمد، شخصية محمد. لكن سؤالي بالله عليكم، هل عكسنا وهل نعكس نحن هذه الروح؟ لا والله، إلا من رحم الله. بالنسبة لغير مسلمين، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم أدر عليهم دائرة السوء، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم يتم نساءهم، اللهم رمي نساءهم، يتم أولادهم، مش كل جمعة. وإذا ما تعملش هيك بشكوا فيك. ليه هذا؟ متعاطف. إيه؟ مش بيقولوا أي إنسان رحماني نبوي رسولي؟ كأن مهمتنا أن يفني الله العالمين لكي نبقى نحن بحماقتنا. لا، لن نبقى ولن يفنيهم من أجلنا. أنا أقول لكم لن يفنيهم من أجلنا، هذه حماقة. واتركنا من غير المسلمين، ومع المسلمين نفس الشيء. اللهم عليك بالزيدية، اللهم عليك بالحوثيين، عليك بالرافضة، عليك بالوهابيين، عليك بالصوفية المتزندقين، اللهم عليك بهم، اللهم اللهم. 24 ساعة يدعو بعضهم على بعض. وين الأخشبين والأخشبين هذه؟ لماذا نذكر هذه الأحاديث؟ لماذا؟ يعني مثلا يتخيل أحدنا أن إيه، أن جبريل فعلا نزل إيه معاذ الله، طبعا أن ينزل على أمثالنا، نزل عليه ومعه ملك الأخشبين، وقال له عندي إيه الآن إيه جبلان عظيمان كالأخشبين، ماذا تريد؟ يقول لك إيه، أطبقهما على أمريكا مثلا، أمريكا مباشرة، يلا أطبق، يلا أطبقهما على السعودية والوهابية، يلا أطبقهما على إيه إيران والشيعة الاثنى عشرية، أطبقهما على إيه جماعة الحوثية والزيدي، هكذا. أنا متأكد ويتمنى هذا، بداية أنه يدعو به لأنها صح، يرفع يديه يبكي اللهم اللهم. إيه في أخشبان مباشرة دمر. منطق تدميري، منطق استئصالي، منطق. نحن تعرفون لماذا؟ ما في رؤية مهما كانت حمقاء ومعتلة وملتافة إلا تغذيها أفكار يا إخواني، حتى وإن كانت غير منظومة تنتظم في هذه الرؤية المعتلة. وإحنا عندنا من أفكار يا إخواني وتنسب يا رسول الله على شكل أحاديث، وتفترق أمتي على 70 إيه فرقة كلها في النار إلا واحدة. رسول الله قال هذا؟ رسول الله قال هذا؟ طب وكيف كنتم خير أمة؟ وكيف إحنا أكثر أهل الجنة؟ 3/4 أهل الجنة إحنا. مين؟ هالفرقة الصغيرة جداً جداً التي يحصر إيه كل نفسه فيها، إحنا إيه الناجون والآخرون هلكا. فأقول لكم إذن أصبحت بعثة محمد علينا كمسلمين لعنة ليست رحمة. كان خير لنا ألا يبعث. تعرفون لماذا؟ لأنه لما بعث افترقت ببعثته أمته على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسيقول عقل يا ليته ما بعث، روحنا في 60 داهية. أي حديث هذا؟ الإمام ابن حزم إمام أهل الظاهر رحمة الله عليه، أو محمد ابن حزم، بكل بساطة في كتابه الفصل في الأهواء والملل والنحل قال هذا الحديث، هذان الحديثان، حديث الافتراق افتراق الأمة وحديث القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، قال لا يصحان أصلاً من جهة الإسناد، فلا يحل أن يحتج بهما أحد، هذا عند من يرى القول إيه بحديث الأحد بحجية الأحد، فكيف عند من لا يرى حجية الأحد يريد المتواتر؟ فكل كلام فارغ. ابن حزم شطب على هذا الحديث، قال لا تعبأ به، هذا حديث فارغ، وتفترق أمتي على كذا كلها في النار. بعض العلماء قالوا لا، لا نستطيع أن نقول أنه حديث موضوع ولا أصل له، الحديث مقبول إلى حد ما، ولكن الجمل التي في نهايته غير صحيحة. ما هي؟ كلها في النار إلا واحدة. قال عنها العلامة محمد بن إبراهيم بن وزير اليمان الصنعاني صاحب العواصم والقواصم، قال رحمة الله تعالى عليه ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة، واحد ملحد زنديق دسها،
الإمام الشوكاني بعده رحمة الله عليه بقرون ماذا قال؟ قال: وقد جاد ظن، وقد جاد ظن من ظن أنها من دسيس الملاحد. اللي هو ابن الوزير قال ممتاز، ظنه في مكانه. ليش طيب؟ لأنه ما في أعظم أيها الإخوة ولا أبشع ولا أفظع من أن يقال كل هذه الأمة عدا فرقة واحدة في النار. هذا يبعث على ماذا؟ يبعث على ماذا؟ يبعث على الظن بل الاعتقاد أن هذه الأمة ليست مرحومة ولا ناجية، ها؟ وأن أكثرها مرق من دينه، وأن أكثرها في نار جهنم. وهذا يقود إلى الإلحاد والشك في الدين، صح؟ إيه، محمد بعث رحمة للعالمين، مش نقمة على أمته، أصبح هكذا نقمة. فالشوكاني قال فعلا هذا معنى زنديق، هذا معنى يشككنا، يشككنا في ديننا، صحيح، يشككك في نبيك هذا. ليه أنا أشك؟ أترك كتاب الله، الله يقول لي قد أفلح المؤمنون، من هم؟ 1 2 3 6 انتهينا، خلاص مفلحون، ولا مش صحيح؟ وهذا يقول لا، كلها في النار إلا واحدة من دسيس الملاحدة. لا تحبوا بهذه الأفكار. ثم أيها الإخوة